احنا عندنا البيزنس سايكل او البيزنس سايكل اللي اشتغل عليها اللي هي بلان تو بروديوس، من ساعه ما ان انا ابدا اخطط للانتاج بتاعي لغايه لما انتج ويطلع عشان يروح للمخازن. عشان يبقى بيزنس سايكل دي واضحه، فبنعمل له فلوت شارت. الفلوت شارت ده بيقسم الدنيا لاجزاء. نمره واحد افقي هتلاقي الاداره العليا، هتلاقي التسويق والمبيعات، هتلاقي التخطيط، هتلاقي المصنع أو البرودكشن لاينز، هتلاقي المشتريات، هتلاقي المالية. يبقى إذا كل الوظائف بتاعت المشروع متجمعة مع بعضها علشان نشوفها انتر اكت أو يتفاعلوا مع بعضهم إزاي في الموضوع ده. طيب وهنا هنلاقي أفقي، هنلاقي المراحل. فلو نكبر شوية هنشوف المرحلة الأولانية. أول حاجة إن إحنا إزاي بنخطط Annual Demand Plan، يعني إزاي نخطط الديماند بتاعنا خلال السنة في البداية قبل بداية السنة، يعني مثلا شهرين ثلاث شهور على حسب، لأن إحنا بعد شوية هنعمل له أبديت. بعد كده بنعمل بعد لما بنستقر على الديماند بلان، وهنتكلم على الانوال ديماند بلان بالتفاصيل، هنعمل حاجه اسمها انوال سيلز اند اوبريشن بلاننج، اللي هو التخطيط بتاع الانتاج مع المبيعات السنوي، وده برضو بيبقى قبل بدايه السنه. بعد كده احنا بنبدا نشتغل نعمل حاجه اسمها الماستر برودكشن سكيدول والماتيريال ريكويرمنت بلاننج، او التخطيط الاسبوعي للانتاج. وده تفصيلي بقى شويه عن التخطيط الشهري اللي كنا عاملينه في سيلز اوبريشن بلاننج، وتخطيط الاحتياجات من الخامات والمستلزمات. وبعد كده هنبدا نعملها على اول على الشهر، وبعد كده نبدا نشتغلها على الاسبوع او عندما الاحتياج. وبعدين نعمل حاجه اسمها الباك، او نسميها الديلي برودكشن اكتيفيتي، اللي هي ازاي ان احنا هنبدا نحمل الكلام ده، بحيث ان احنا نقول والله المنتجات الفلانيه تتحمل على خطوط الانتاج الفلانيه او على المعدات الفلانيه. ثم يحدث التنفيذ، ثم يحدث بعد كده ان احنا نقفل الاوردرات ديت ونسلم المنتجات بتاعتنا للمخازن. يبقى اذا انا جمعت كل المراحل، وكل مرحله قدامها ماذا يتم، وزي ماذا يتم ده ممكن يبقى يدوي، يعني مش يدوي على اكسلات، او ممكن يبقى على سيستم، هو تبر السيستم بتاعنا SAP اوراكل ام اس داينامكس ان فور، اي حاجه من دي ممكن نفس المنطق ونفس السايكل. يبقى اذا عايزين نشوف ايه البرنسبلز، لان احنا لو ما فهمناش البرنسبلز ديت مش هنستوعب السبلاي تشين. طيب تعالوا نبدا من البدايه ونقول طيب احنا في بدايه السنه عندنا توجهات من الإدارة العليا. الإدارة العليا بتشوف بتعمل توجهات رئيسية عندنا، لأن هي بتراجع المؤشرات الأداء السابقة وتشوف إيه اللي تم، وبناء على ذلك بتدينا توجهات. طيب بناء على التوجهات دي إدارة التسويق والبيع بتعمل خطط التسويق والبيع بتاعتها، مظبوط؟ سواء إن هي دي كانت لوكال سيلز، بيع محلي، أو صادرات، أو دخلنا ماركت جديد، أو دخلنا منتجات جديدة، أو عندنا إيفنتات لازم نتعملها علشان نروج البضاعة بتاعتنا، أو إن إحنا في منتجات قررنا إن إحنا نخرجها من السوق أو تتلغي.
يبقى كل الحاجات دي لازم تبقى السيلز والماركتنج يبقوا شغالين فيها علشان يشتغلوا فيها معانا. طيب في نفس الوقت انا عندي دايركشنز بقى ان احنا هنشتغل ازاي، هنشتغل ميك تو ستوك ولا ميك تو اوردر. يعني معنى ذلك ان انا هشتغل انتج طبقا لاوردرات بتجيلي، ولا انا هعمل استوكات وابدا احاول ابيعها طبقا للفوركاست بتاعي. يبقى هنا لازم يبقى واضحه بالنسبه لي هذه العمليه على نفس المستوى وفي نفس التوقيت اللي الناس بتوع التسويق والبيع شغالين هنا. بيجي هنا نلاقي حاجه اسمها لونج تيرم سيلز فوركاست. مين بيعملها؟ تخطيط السبلاي تشين. طيب يبقى بيعمل ايه بقى؟ هو عنده حاجتين او طريقتين. الطريقه الاولانيه انه يجمع مجموعه المنتجات المتشابهه مع بعضيها ويعمل لها فوركاست على بعضيها باساليب احصائيه، او يعمل فوركاست لكل منتج بمفرده وان يجمعهم مع بعض عشان يطلع المجموعه ديت هيبقى شكل بيعها حجم بيعها قد ايه. فهتلاقي هنا مكتوب ايه؟ توب داون اند بوتوم اب فوركاست فور اجريجيت اند ديس اجريجيشن. اجريجيت اللي هجمع المنتجات مع بعض، ديس اجريجيشن افرقهم مع بعض بعد ما اعمل الفوركاست بتاع المجموعه ادربهم في كل واحده في نسب عشان اقول والله المنتج الالف ياخد 15% المنتج ب ياخد 20% وهكذا. طيب علشان اعمل الكلام ده انا خلاص دخلت السياسه ان انا يا اما هعمل توب داون او بوتوم اب، يبقى هبدا اعمل بقى ايه؟ انا عايز بقى اشوف المبيعات بتاعتي التاريخيه، البيانات التاريخيه بتاعتي، واشوف اذا الاتجاه العام بتاعها ايه، بتزيد او بتقل. وبعدين اشوف الموسميه بتاعتها اذا كان في موسميه، واشوف الفولاتيليتي اللي هي هل هي بتتذبذب كتير ولا لا. كل الحاجات دي لازم اقيسها لان هي لها اساليب احصائيه مخصوصه بالفوركاست. وكمان لازم اشوف الاخطاء اللي حصلت قبل كده في الفوركاست عشان اعدل الفوركاست بتاعي، وهل الفوركاست بتاعي ده كان منحاز سلبا او ايجابا، بحيث ان انا اعدل اذا كان مستمر لتحت سلبا 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 وارفعه لفوق، واذا كان ايجابا انزله لتحت. كل ده بشتغله على بناء على مؤشرات. في مؤشرات بتورينا الخطا بتاع الفوركاست، مين ابسولوت ديفيشن، مين ابسولوت برسنتج ايرور، او تراكنج سيجنال. تراكنج سيجنال ده بيقول لك انك انت منحاز يمين ولا منحاز شمال، سلبي ولا ايجابي. المؤشرين اللي هو مين ابسولوت ديفيشن والام اي بي اي، دول بيقولوا حجم الايرور بتاعك فيه. طيب لو شفنا عدد الاساليب الفوركاست الاستاتستيك اللي موجوده دلوقتي المتاحه، مثلا مينيمم هتلاقي 20 او 25 اسلوب. علشان تطلع احسن اسلوب واقل خطا دي ياخد منك وقت غير طبيعي، ولو عملتها مره مش هتقدر تعملها مره ثانيه. فكل الاي ار بي سيستم دلوقتي بدا يعمل لك اوتوماتيك سيلكشن للفوركاست الانسب لك، ويشوف اذا كنت انت منحاز يمين او شمال عشان تعدل. فدي من اول فاسيلتي بيديها لي الاي ار بي سيستم. انا ممكن اعملها زي ما احنا اتفقنا، ممكن اعملها احصائيا على ايدي واحسبها مره، بس احسبها لكم منتج وكل شهر وكل يعني انا هشتغل الكلام ده في اول السنه وهحدث كل شهر. فطبعا بقى اهتماماتي للاي ار بي سيستم مهم جدا، لان من غيره هعمل مره ومش هقدر اعمل المره الثانيه. تمام ماشي. يبقى انا عندي هنا بقى كمان بتوع التسويق والمبيعات عندهم حاجات تانية، معلومات تانية عايزين يحطوها وعشان نطلع الطلب الفعلي، اللي هي ايه؟ اللي هي هل في عقود سارية ولا لا، لازم احطها في الاعتبار زي عقود تصدير. هل في طلبات مؤجلة ولا لا، علشان عايز الم دول كلهم وابدا اشوف انا يعني. لان هتبص تلاقي الناس دول اللي هم بتوع السبلاي تشين قعدوا اشتغلوا مع بعض وطلعوا الشغل ده وشغلوا على الاي ار بي وطلعوا ارقام. طيب اكبر غلطه ممكنه انك انت تعملها انك انت تاخد الارقام دي وتشتغل عليها. ليه؟
لان الارقام دي بتقول لو انت استمريت على الوضع اللي انت فيه هتبقى قد كده. بس مين اللي قال ان هستمر على الوضع اللي انا فيه؟ ده انت لازم تقعد مع الناس بتوع التسويق والبيع وتقعدوا مع بعض عشان تعمل حاجه اسمها ديماند كونسنسس. يعني ايه ديماند كونسنسس؟ يعني اجماع على، يعني انا بقول له والله يا استاذ يا بتاع التسويق والبيع انا شايف المنتج الفلاني ده بيقل والترند بتاعه وخدت المعادله بتاعته طبقا للاي ار بي اللي انا استخدمته او طبقا للحسابات اللي انا استخدمتها ان هو هيبقى مثلا ينزل 25% الشهر السنه اللي جايه. اقول له بس ما اقول له كده وبس، لا انا اقول له كده وبعدين اساله اقول له طب ليه حصل كده؟ لان ممكن بيقل لظروفه المعينه وتنتهي هذه الظروف، وممكن بيقل نتيجه ان هو فيزنج اوت، وممكن بيقل لان ما كانوش عنده علوش بروموشن، وممكن بيقل 20,000 حاجه، وممكن بيقل. يعني انا مره شفت مصنعين شركتين، شركه منهم كان بتعمل لمبات الليد، اللمبه الليد بيستوردوا السيركت الالكترونيك سيركت بتاعت اللمبات الليد دي من السبلاير في الصين. فانا مره لقيت منتج من المنتجات او كل المنتجات اللمبات بتاعته فجاه حصل لها دروب. فلو انا يعني لو ما فهمتش حصل لها دروب ليه وقلت لا هي حصل لها دروب على طول، يبقى انا مش يعني انا مش راجل محنك في السبلاي تشين. لانه لما قعدنا مع الناس قالوا لنا والله الفتره دي احنا حصل لنا مشكله مع المورد وكان بيضغط علينا فما كانش بيورد لنا السيركت ديت وبالتالي كان المبيعات بتاعتنا ضعيفه. مره تانية في شركه من الشركات بتاعه الاكل وصلنا لقينا في مره من المرات بعض المنتجات برضو بتضعف. طب ليه يا عم جماعه بتضعف؟ قال لك والله اصل احنا عندنا كنا عندنا بنستورد الزبده بناخد الزبده مش عارف من الموردين فلان عمل مشكله مع الزبده حصل مشكله. مره ثالثه لقينا الانتاجات بتزيد، فلما قعدنا مع الناس بتوع الانتاج قالوا لنا والله ده احنا عشان عندنا زودنا فرع قصدي برودكشن لاين جديد وبالتالي قدرنا نسوق منتجات اكتر، لكن انتقدنا مش هتزيد كل شويه بنفس القدر. فالمهم ان هو لما انت بتعمل الكوانتيتيف اناليسيس اللي حصل هنا وطلعت الفوركاست من على الاي ار بي سيستم لا تعتمد عليه لان ده كوانتيتيف اناليسيس، انت محتاج بعديه كواليتيف اناليسيس او تقييم سببي ليه حصل كده. لو ما عرفتش ليه حصل كده وبدات تستخدم معلش يعني باساليب او يعني بعميان مثلا انك تستخدم خلاص مجرد الكمبيوتر بيقول لنا كده وراح شغال ممكن اقع، ومش ممكن اقع ده اكيد هتقع لان انت بتقول ظاهره بتزيد او بتقل لكن ما عرفتش بتزيد او بتقل ليه. يبقى اذا لازم تعرف ان لابد ان احنا في هذه المرحله ان عندي اساليب كميه، هذه الاساليب الكميه تساعدني ان اشوف الموقف الحالي شكله ايه وتطوره شكله ايه والاخطاء في الفوركاست القديم عامل ازاي والانحياز عامل ازاي. لابد اخد ادواتي ديت واروح قاعد مع الناس بتوع السيلز اند ماركتنج لكي نكتشف مع سويا في فعلا احنا نبقى فين في المستقبل. يقول لك لا ده انا هعمل بروموشن، لا المنتج اللي انت بتقول عليه ده انا هلغيه، لا والله ده اللي حصل كان في حصل مشاكل مع كلاينت، والله لا ده في مورد مش عارف ايه. كل الكلام ده اذا ما تبلورش كده يبقى احنا بنستخدم اسلوب علمي بطريقه غير علميه. واضح يا جماعه الكلام؟ طيب هل انا بعمل الفوركاست ده بعمله بالفلوس ولا بعمله بالكميات ولا بعمله بايه؟ قال لك الفوركاست بتاعك او الديماند بتاعك في النهايه لازم يترجم للكميه وسعر وريفينيو ولو عائد وبروفيت. طيب يعني ذلك يبقى ايه؟ يبقى لازم اروح للراجل بتاع الايه؟ بتاع الماليه يترجم لي الكلام ده. لان كل ما هنعمل حاجه لازم نشوف العائد المادي بتاعها ايه؟ لان ممكن اعمل حاجه وانا في الاخر اكتشف ان هي بتكلفني او ان هي بتخسرني. يبقى لابد هنا مشاركه الراجل بتاع الماليه في هذه المرحله علشان يطلع لي المعلومات بالايه؟ بالنواحي الماليه. طيب
احنا عملنا الكلام ده، يبقى اذا اتفقنا. طبعا الاتفاق ده لازم يتعرض على الاداره العليا علشان يقول نقول له والله احنا تخيلنا بناء على احنا قعدنا بسالبنا الكميه الاحصائيه وطابقناها مع الخبرات اللي موجوده في الناس بتوع التسويق والبيع، فوصلنا كونسنسس يعني اتفاق او اتفاق مشترك بيننا ان هو ده حجم الايه الطلب المستقبلي خلال العام القادم. ماشي، يبص عليه ويشوفه هل هو فعلا متطابق مع التوجهات الاستراتيجيه واللي احنا قلنا عليها دي، التوجهات الرئيسيه الخطه ولا، عشان نعمل لها ابروف. اوكي، نيجي بقى نبدا نقول ايه. طيب ما احنا بس احنا كده احنا خدنا جانب واحد بس، جانب الطلب، ما خدناش جانب العرض. لازم نحط الاثنين قدام بعض علشان نبقى احنا فاهمين الدنيا عامله ازاي. لان انا ما اقول انا هعمل كذا وهعمل كذا وابيع كذا وانا مش عارف طاقات الانتاجيه ولا قدرات الماليه ولا السبلاي بتاعي يقدر يجيب لي الكلام ده، يبقى اذا ايه فالدنيا مش مظبوطه. يبقى هنا جاي قايل لك، بقول لك ايه، انوال سيلز اند اوبريشن بلاننج اس اند او بي، التخطيط السنوي للمبيعات مع الانتاج، التوقيت الربع الاخير من السنه الحاليه اللي هي قبل السنه اللي ايه القادمه. ماشي، اوكي. طبعا هو عنده الراجل بتاع الاداره العليا عنده مؤشرات اداء رئيسيه الكي بي ايز في اللي احنا عارفينه في الاداره الاستراتيجيه بنسميها بالانس سكور كارد، ده بيديله فيدباك على كل حاجه بتشتغل ازاي، واعي في ايه والكلام ده كله. ماشي، طيب يبقى اذا لابد ان هو يراجع الكلام ده من خلال الاس اند او بي ده اللي احنا هنشوف هيعمل ازاي. ماشي، اوكي، عشان بعد كده يعتمد الكلام. الاس اند او بي هو عباره عن مضاهاه بين حاجتين ونتيجه. الحاجه الاولانيه اللي احنا قلنا الطلب بتاعنا اللي مطلوب ايه، والحاجه الثانيه هو قدراتنا اللي احنا نقدر نشتغلها عشان نحقق هذا الطلب. والنتيجه هي المخزون الناتج عن هذه المضاهاه، ده اذا كنا بنعمل ميك تو ستوك، او الطلبات المتاخره او اللي هتبقى مستنيه او الباك لوج لو كنا بنعمل ميك تو اوردر. طيب يبقى اذا احنا اتفقنا ان احنا في السيزن اوبريشن بلاننج هم ثلاث حاجات، انا عايز ايه، انا عندي اقدر انتج ايه، طب انا كان عندي مخزون قد ايه، يبقى اذا في كل فتره من الفترات اقدر ان انا اعرف المخزون بتاعي قد ايه. طيب هنا مثال للاس اند او بي، مثال بسيط، هو عباره عن بيبقى على مستوى الشهر، كل شهر بيبقى ادي الفوركاست اللي كان عامله او الديماند اللي رسى عليه، ادي الاولد، وبعدين بيشوف الاكتوال بتاعه حصل له ايه، لو لقى فيه ديفيشن فيبدا يعمل نيو فوركاست، يعمل كوركشن، يعمل نيو فوركاست ليه بناء على الديفيشن. ان هو بيحسب الديفيشن هو الديفرنس، وبيشوف الكوميوليتيف ديفرنس اذا كان بوزيتيف ولا نيجاتيف، وده اسلوب بسيط علشان يطلع يقول لك انا النيو فوركاست او النيو ديماند بتاعي ايه. وهنا الطاقه الانتاجيه بتاعته، طبعا ده مثال بسيط لان لو انت عندك اكتر من منتج يبقى كل منتج بيستخدم ساعات مختلفه عن الثاني، يبقى لازم تعبر عن الطاقه الانتاجيه بالساعات وليس بعدد المنتجات. يعني ده يعني لو عايزين نخش في العمق بتاع الاس اند او بي، لكن خلينا نبسط بس عشان نقول. فبرضه هنا انا كنت متوقع ايه واللي بيحصل، لقيت الطاقات الانتاجيه اتغيرت بانهي شكل، وبالتالي بقول انا الانتاج بتاعي ممكن يبقى قد ايه. الفرق بين ده وده هو الطاقه، هو المخزون. يعني انا ببدا بمخزون معين، باخد المخزون البدائي ده اللي ببدا بيه الاكتوال ده، واضيف عليه الانتاج اللي انا حطيته في الخطه الجديده اللي هو ال 40,000، واطرح منه الايه الفوركاست، يطلع لي المخزون الجديد.
انا المثال ده عامله بحاجه اسمها السولفر، بحيث ان هو يعمل اوبتمايزيشن، يعمل مثلا ماكسمايزنج برودكشن، مينيمايزنج انفنتوري، يعمل زي ما عايز، او يعمل لك كونسترينز، يقول لك انا مش عايز المخزون بتاعي يزيد عن رقم معين او يقل عن رقم معين. فهنا الكلام ده طبعا لو عملته لمنتج ماشي، لمنتجين ماشي، اما العشرات المنتجات فهتبص تلاقي العمليه، وعايز بقى تقول له والله انا كل منتج من دول عايز تترجمه لساعات، هتلاقي كم فظيع جدا. يعني في شركات انا كان التيبل ده بيبقى الاف السطور، لكن ما تعملش ده الوقت، خلاص احنا دلوقتي نقدر نعمل الكلام ده، لان انا عايز اعمل، يعني هديك مثال بسيط جدا، ممكن يكون عندك مثلا لسه 4 من 5 منتجات في نفس العيلة، بس المنتجات دي برغم ان نفس العيلة، فنفترض ان هي مثلا من المشروبات الغازية، ممكن تاخدها لتر، وممكن تاخدها مش عارف كانز، وممكن تاخدها مش عارف 200 350 مللي، ممكن تاخدها مش عارف ايه، وكل واحدة لها خط انتاج مختلف. فانت لازم تاخد لو انت بتتوقع او بتعمل الفوكاس بتاعك على مجموعه العيله، لازم تعمل لهم ديس اجريجيشن، علشان كل منتج من دول هيروح على طاقه انتاجيه مختلفه. فالعمليه مش هيش بسيطه زي الجدول ده، بس الجدول ده بيوديك الفكره الرئيسيه بتاعت الشغل بتاع الاس اند او بي، اللي هو ان انا عندي متغيرين وناتج، يا اما انا اثبت، اقول انا عايز اثبت المخزون عندي عند حد معين واشوف انتج قد ايه علشان اغطي المبيعات، او العكس صحيح، ان انا عندي طاقات انتاجيه معينه واشوف هيبقى المخزون قد ايه، او عايز يكون المخزون بيلعب في بين تو رينجز معينين ان انا حاططهم في الاعتبار. العمليه دي فيري انترستنج وجميله جدا، وتعمل شغل حلو، وتبدا تفتح الافاق للناس. يعني انت شايف هنا مثلا كنا يعني كمثال، ده كان مثال تطبيقي، يعني مثلا المينيمم برودكشن ما يقلش عن 22,000، وماكسيمم برودكشن ما يزيدش عن 40,000، والمينيمم انفنتوري ما يقلش عن 30,000 30 يوم. وعلى فكره برضو حته مهمه برضو عايزين نقولها بسرعه كده، ان المخزون ما بتحسبش بكميات، او يتحسب بكميات، لكن الهدف بتاعي دايما بيبقى بالايام. ليه؟ لانك انت لو انت عندك موسميات، فممكن يبقى 10 ايام في شهر في البيك يعادل شهر كامل او شهرين في 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 شهر من الشهور اللي هي فيها الداون، اللي هي الفالي. يبقى اذا ما ينفعش تقول الكميه دي كبيره او الكميه دي قليله، الكميه دي كبيره او قليله، هي بتغطي قد ايه؟ ولما هاجي اقول ان انها بتغطي قد ايه، لازم اقولها بتغطي قد ايه من الفتره القادمه، مش من متوسط استهلاك السنه. لان متوسط استهلاك السنه يمتص المتغيرات اللي هي اللي بين البيك وبين الايه؟ الداون. فلو شهر يناير ده بيك، او شهر مثلا وات ايفر يعني بيك، فممكن 10 ايام من شهر يناير تعادل 10 اضعاف المخزون 10 ايام في شهر اخر. وبالتالي انت علشان تبقى مور ليس دايناميك في الاستوكات بتاعتك، لابد انك تحسب بالايام. واضح الكلام يا جماعه؟ طيب ماشي، نرجع لمرجوعنا. يبقى احنا عرفنا هنا سيزن بروسن بلاننج، بس لما تيجي تشتغل في سيزن بروسن بلاننج تكتشف حاجه عجيبه قوي، انه في كل اي ار بي هيعمل لك سيزن بروسن بلاننج نون كونسترينت وكونسترينت، او فاينايت وانفاينايت. الانفاينايت يعني هو مش بيحط في الاعتبار الطاقات الانتاجيه او الماتيريال اللي يقدر تشتريها، او ليه؟ يقول لك انت لو عايز تخطط او في بدايه السنه، وعايز تشوف انت محتاج قد ايه عشان توسع، لانك انت لما شفنا الفوركاست بتاعنا اكتشفنا انه لا، ده احنا محتاجين حاجات كتير،
لا ما نتحرمش من الفرص دي. طب ما تيجي ان احنا بدل ما نحط الكوليسترينز مبدئيا، تعالى نسيبها ان كوليسترينز ونشوف احنا عايزين نعمل ايه، نوسع نزود الخط الانتاجيه، نزود مراكز توزيع، نجيب عماله زياده، نعمل ايه. فبدا يديك فاسيلتي ان يديك فاينايت وانفاينايت، الكونسترينت والان كونسترينت برودكشن بلاننج. كويس، يبقى اذا دي اول حاجه بدا نحطها في الاعتبار، ان بقى عندي سيلز اند برودكشن بلاننج نون كونسترينت، ودي علشان تبدا تشوف بيها التوسعات الممكنه اللي تقدر تعملها في بدايه السنه علشان تعملها، وبالتالي دي هتروح لمعظم الناس، او تشوف بقى تروح للمشتريات وتروح للمصانع وتروح لكل واحد. هتبص تلاقي هنا مثلا كاتب لك ايه، ابديت لاينز كاباسيتي، وركينج دايز بير ويك، نمبر اوف شيفتس بير اورز. بتعمل ابديت للكلام ده لانه احنا دلوقتي عايز اشتغل وازود رف كاباسيتي في الماتيريال، هقدر ازودها ولا لا، وهكذا. طيب وفي الكوست اقدر ازود ولا ما ازودش؟ ماشي. طيب في عندي حاجه تانية، اللي هي التانية ايه؟ احنا مش كنا فاكرين ان احنا الاول قلنا ان احنا عندنا بوليسي يا ميك تو ستوك يا ميك تو اوردر. اه طيب ماشي. طب ايه المشكله في كده؟ ان الميك تو ستوك اسمها فورورد بلاننج. يعني ايه؟ يعني انا بقول انا عايز انتج المنتج الفلاني الباتشات الفلانيه، يبقى هنتجها في علشان تبقى عندي الشهر اللي مش عارف ايه، يبقى هنتجها الشهر الكلام. لكن الميك تو اوردر لا، ده اسمها باكورد بلاننج. يعني ايه باكورد بلاننج؟ يعني الراجل بيديني تاريخ، بيقول لي انا عايز منك المنتج الفلاني بالكميه الفلانيه، فانت لازم ترجع بالعكس تشوف انك انت هتصنعها امتى، وهتشتري الخامات امتى، وهتعمل امتى. فبقى عندك تو تايبس اوف بلاننج، باكورد بلاننج اند فورورد بلاننج. المهم بقى ان حضرتك تاخد بالك، لان معظم الناس اللي بيطبقوا للاسف الشديد في الاي ار بي سيستم والسبلاي تشين ما بيعرفوش ان الباكورد بلاننج والفورورد بلاننج بيشتركوا الاثنين مع بعض في سام كاباسيتي. يبقى انت لازم الاثنين يشتغلوا مع بعض في الاس اند او بي. معظم الناس ما بيفهموش الكلام ده، وبيطبقوا ده لوحده وبيطبقوا ده لوحده، وبعدين يطلع كلام هكس. فلازم ناخد بالنا ان احنا نمره واحد، انا عندي حاجه اسمها كونستنت ونون كونستنت بلاننج او فاينايت وانفاينايت، وعندي حاجه اسمها باكورد بلاننج وفورورد بلاننج. وعارف ان الفاينايت الانفاينايت بيشتغل الاول عشان اشوف الطاقات، احدد الطاقات اشغل الفاينايت لان هو ده اللي هشتغل عليه بعد كده. وعارف ان انا عندي باكورد بلاننج وفورورد بلاننج، وان لازم الاثنين يشتغلوا مع بعض، لان هو في كثير من الاحيان الناس بيتجاهلوا هذا وبيشتغلوا فورورد بلاننج بس وباكورد بلاننج بس، لكن ما بيجمعوش مع بعض. لان انا بشتغل عشان اعمل الكونسيستنسي بتاعتي بعمل حاجه اسمها الراف كات كاباسيتي. يعني ايه الراف كاباسيتي؟ الراف كات كاباسيتي، الراف كات كاباسيتي ديت انت مش عارف بالظبط المنتجات ايه بالظبط، على قد ايه هتعمل ايه، لكن انت اكيد كراجل بتعمل عندك شغال في المصنع، فعندك تقديرات للطاقات الانتاجيه لكل وحده او لكل معدة من المعدات. يبقى اكيد انت لازم تكون عارف البوتل نيك بتاعك فين. يبقى طاقتك الانتاجية لن تزيد على الاطلاق عن البوتل نيك. فما عليك سوى انك انت تشوف البوتل نيك علشان تقول والله انا مش هقدر ازيد الا عن البوتل نيك. اللهم الا اذا انا كنت في المرحلة دي عرفت البوتل نيك وزودت بقى الطاقات بتاعتي، سواء مخازن سواء عمال سواء مكنه معينه سواء سواء سواء. يبقى اذا الحاله الثانيه يبقى الرفقه بس زودت مش حسنت. يبقى اذا لابد ان احنا نعرف الكلام ده، مهم قوي. طيب ماشي. طيب معنى ذلك ان ايه بقى؟ ان انا دلوقتي اقدر اطلع انيوال برودكشن بلان، لان انا خلاص فهمت وعرفت الكلام ده كله، فهروح للمصانع اعمل انوال برودكشن بلان. هنشوف دلوقتي هتروح فين، المفروض هتتكمل مع بعضيها علشان الراجل بتاع الملايه يبدا يشتغل معانا. ماشي. طيب المدخل الحديث بقى
الكلام ده ماشي اوكي وكل الناس عارفينه وبتاع. الولاد خان حديث بقى حاجه اسمها ايه؟ حاجه اسمها ماد دريفن بلاننج. ايه دراوند دريفن بلاننج ده؟ الراجل قال لك ايه؟ قال لك انت لما بتيجي تشتغل بالشكل ده انت بتعمل ده من سنه ولا بتعمل ده من شهر ولا مش عارف ايه؟ طب الدنيا بتتغير دايناميك، والدايناميك بتاعتها عاليه جدا، ممكن تتغير من يوم لليله. طب انا مش هقدر اتغير مع الدايناميك قوي بتاع السوق. انا عايز اتغير مع الدايناميك بتاع السوق، لكن قدراتي مهما كنت لا استطيع ان انا ابقى السوق دايناميك لغايه ان اتغير من يوم وليله. يعني هيبقى هيدك كبير. فبدأ يطلعوا حاجه اسمها ديماند دريفن بلاننج. قال لك طيب انت عندك حاجه من الاثنين، يا اما ان الراجل يستناك لغايه لما انت تستجيب له وياخد وقت طويل قوي بقى عبال لما يروح يغير المنتجات بتاعته على خطوط الانتاج، ويجوز عايز حاجات يشتريها ويجوز، واخد بالك ازاي؟ قال لك ما تحط في المراحل المختلفه من السبلاي تشين مخزون يتناسب، بحيث انك انت ممكن اسمها بيسموها ديكابلنج بوينت او نقطه فك الاشتباك. نقطه فك الاشتباك دي معناتها ايه؟ ان هو ما يجي لك الاوردر تقدر توفيه من غير مش شرط انك انت توفيه من التصنيع، حتى لو كنت ميك تو اوردر، حتى لو كانت ميك تو اوردر، لانه ممكن يكون عامل المنتجات على اساس ان هي موديولز يجمعها مع بعض يطلع لك المنتج بتاعك كامل. فقال لك شوف كده بقى الفاليو تشين او السبلاي تشين، تسلسل الخطوات بتاعتك من ساعه ما الراجل يطلب الحاجه لغايه لما بيجي لك عندك، او بيجي الاول للديلر، ولا بيجي لمركز التوزيع، ولا بيجي هو ايفر، وبعدين بيروح بعد كده الهوات ايفر. المهم انك انت عندك مراحل كتيره ممكن تحط فيها مخزون مع حسابات معينه، بحيث ان هو الراجل ما يحسش ان هو يعني يحس كان الطلب بتاعه موجود. فبدا يعمل حاجه اسمها ديماند دريفن بلاننج. فبدا يقول لك ايه؟ بعمل حاجه اسمها استراتيجيك انفنتوري بوزيشننج. هتحط فين؟ ييرلي بير اون ديماند. يعني هو كاتب لك اهو decide about the coupling point to ensure the finished goods lead time اقل من customer lead time. خد بالك بقى، يعني انت لازم تقيس customer lead time. خد بالك من الحته دي، لان الحته دي مهمه قوي. اللي بيحصل انه برغم انك انت عندك اي ار بي سيستم، لما كل واحد يجي العميل يقول لك انا عايز المنتج الفلاني، يقول لك بعد شهرين هتستلم المنتج. جبت منين الشهرين دي؟ لا this is our policy. لا دي مش our policy، this is our غباء. لان احنا driven by the market driven by the customer، مش انا احط له سياسه واشغلها عليه. وانا بشوف هو بيحتاج الليد تايم بتاعه قد ايه، يبقى انا هحاول احط بوزيشن للفينش جودز بحيث انها اقل من الكاستمر ليد تايم. ولسه هنتكلم بعد كده على ازاي ان احنا نقدر نعمل بروميسنج، حاجه اسمها افيلبل تو بروميس للعميل، عشان ابقى عندي كريديبيليتي عاليه وما يبقاش الدنيا كلها جهجهون كده شهرين وخلاص. بقى طريقه زي طريقه بنسميها طريقه بيليا، تعالى بعد شهرين. ايه بعد شهرين؟ اشمعنى شهرين؟ لا this is our policy. يا عم ده عندي طاقه انتاجيه متاح، او لا ده انا مشغول ومش هقدر بعد 3 شهور اسلمه على بارشال شيبمنتس. طبعا ده للاسف جدا بيحصل في كل الشركات، برغم عندهم اي ار بي سيستم، ورغم انهم يقدروا يحسبوا بالظبط زي ما هنشوف دلوقتي الكميات التي ممكن ان يوردها امتى وعلى اي فترات. طيب الكلام ده كله كمان ممكن ان احنا نمتصه بايه؟ نمتصه بان احنا نحط استراتيجيك انفنتوري في كل المراحل، بحيث ان احنا نمتص اي ايه؟ اي مشاكل احنا مش في غنى عنها. وبالتالي دلوقتي ده المدخل الحديث بتاعنا، وده حضرتك اللي شغال في اوراكل موجود عندك في اوراكل. ديماند دريفن ام ار بي، ديماند دريفن اس اند او بي. هيقول لك لا، وخاصه بتاع السبلاي تشين اللي انت شغال اوراكل كلاود، فده موجود. هو شغال دكتور، هو صراحه
ما سمعت انهم شغلين او شغالين عليه، يعني احتمال يكون موجود بس not activated. موجود؟ للاسف ما سمعت، يعني مش شغالين على هذا الاسلوب ما ابدا. عشان كده انا بقول لك يعني ده حاجات دي. ما هو المهم من ضمن المشاكل ايه؟ ان ما حدش بيقول لك الفيشرز الموجود عندك ايه؟ يعني هو عايز يسهل على نفسه ويلغي منك قدراتك على انك انت تستخدم الفول فيتشرز بتاعت الديماند دريفن ام ار بي والديماند دريفن اس اند او بي، ده مفروض موجود في الكلاود عندك. طيب دكتور، في يعني انا صراحه طلبت يعني المانيوال من الاي تي للاوراكل سيستم. يبقى decide about decoupling points to ensure that finished goods lead time أقل من customer lead time. Inventory positioning defines where to put buffer stock of finished goods, semi-finished goods or raw material, and define buffer stock level. This is very, very important. Time. اوكي. دايما بيبقى عندي اندبندنت ديماند، اللي هو الديماند اللي بيجي لي من العميل، لكن ممكن يكون عندي احتياجات من جوه المصنع، اللي هي عشان اشغل المنتج محتاج حاجه تانيه تشتغل معايا، فيبقى عندي اسم حاجه اسمها ديبندنت ديماند. اوكي. فهعمل لازم اعمل الفوركاست في الديبندنت ديماند ات اني ديكابلنج بوينت. يبقى اذا انا عايز يعني هاجي اقول مثلا انا عندي من العميل لمركز التوزيع اللي تايم قد ايه؟ قد كده. طيب احط قد ايه في الحته ديت من المنتجات يجوز النصف مش مصنعه. خدوا بالكم دي كابلنج بوينت دي ممكن تبقى حتى عند الريتيلر. يعني ندي مثال، مثلا مصانع البويات الدي كابلنج بوينت عند الريتيلر. ليه؟ معنى ايه؟ ان هو الراجل بيجي يعمل له مكنه خلط ويخلط له، يدي له اللون المطلوب والرقم المطلوب بالكميه المطلوب. ده دي كابلنج بوينت هنا. وفي دي كابلنج بوينت ثانيه وثالثه ورابعه، لان ممكن الالوان الاساسيه تكون يجوز في مركز توزيع عند سو اون. طيب اي حاجه احنا هنعملها فيها بلاننج لازم يبقى فيها ام ار بي. الام ار بي از ذا فاليديشن بتاع البلان بتاعي ده، وخاصه الام ار بي بيشتغل في بدايه السنه او قبل بدايه السنه فور لونج ليد ليد تايم ايتمز، لان ممكن يبقى في حد حاجات بتاخد وقت طويل جدا عشان اشتغل عليها، فانا لازم تران الام ار بي واطلع اللونج ليد ايتم بتاعي ده علشان اشوف الريكويرمنت بتاعتي ايه. علشان اعمل في هنا بقى ده العمود بتاع البرشيزك، اعمل الخطه السنويه للمشتريات بتاعتي وخاصه من اللونج ليد ايتمز، لان هي دي لانه ما هو اصله انا لو ما عملتش الخطه بتاعتي بتاعت الانتاج، وما عملتش الخطه بتاعتي بتاع المشتريات، وما عملتش الخطه بتاعتي بتاعت المخازن، ما عملتش الخطه بتاعتي بتاع الكلام ده، امال الراجل هيعمل البادجت بتاعته منين؟ البادجت بتعتمد على ان هي ترجمه ماليه لانشطه فعليه بتتم. فاذا ما كنتش هعمل خطه سنويه للمشتريات، بقول لما يجي لي حاجه ابقى هنفذها، طب فين البادجت بقى اعملها لك؟ بيعملها واحد تاني ما بيعرفش انت بتعمل ايه، نتيجه لانك انت ما عملتش الهوم ورك بتاعك. يبقى اذا لما تيجي تقول لي اصل البادجت بتاعتي مش مكفياني، ما لانك انت ما عملتش الهوم ورك بتاعك. المشكله فيك انت، مش مشكله في الراجل بتاع الفاينانس. بتاع الفاينانس مجبر انه يطلع بادجت، فهتبص تلاقي الراجل الانوال برودكشن بلان بي بي والخطه السنويه للمشتريات بتصب هنا عشان اعداد الموازنه. هيحط عليها بقى طبعا الفيكس كوست والاوفر هيدز وكلام من ده علشان يطلع كل حاجه مطلوبه، ويخش مع الاتش ار يشتغل معاهم الحاجات المطلوبه بتاعته.
يبقى احنا دلوقتي خلصنا طبعا كل ده، هتحول الموازنه تروح لفين؟ الاداره العليا عشان يعتمد الموازنه في ضوء ايه؟ الكي بي ايز والبالانس سكور كارد والخطه المعتمده بعد ما اشتغل. يبقى هنا كده لمينا الموضوع كله مع بعضيه. يبقى ما فيش واحد بيعمل موازنه لوحده، ما فيش واحد ما بيعملش خطه مشتريات. خطه المشتريات ما بتجيش من مخه، خطه الانتاج ما بتجيش من مخه، بتجي بالتسلسل بالمنطق. واضح يا جماعه؟ طيب ماشي. لما يجي كل شهر قبل في بدايه كل شهر هتلاقي هنا مكتوب عندك هنا التوقيت الاسبوع الاخير من الشهر الحالي. في قبل بدايه اي شهر ببدا اعمل السيناريو ده او مشابه للسيناريو ده مره ثانيه. ليه؟ نتيجه لان اللي بيحصل تطورات. طيب تعالوا نشوف كده ايه اللي بيحصل. مش احنا قلنا ان احنا ممكن يبقى عندنا ايرور في الفوركاست، ممكن التراكنج سيجنال بتقول لي انت الحق انت نزلت، مش لازم ابقى احدث الفوركاست بتاعي. يبقى اذا لازم اجي يعني هو توقع المبيعات اعمل لها كده. مش احنا قلنا ان هو الراجل ده بتاع السيلز وبتاع ده ممكن يجيله طلبيات تصدير جديده، ممكن يجيله تغيرات، ممكن منافس يخش يعمل له مشكله، ممكن يكون المنتجات اتسحبت منه في المركز بتاعه وعايز مش لاقي، مش هنا عامل هنا افيلابيلتي تشيك. يبقى لابد ان احنا نقعد تاني كل شهر عشان نجهز الاس اند او بي شهريه. يبقى نعمل اس اند او بي تاني. ناخد في الاعتبار المخزون الحالي، مخزون الامان، الحد الاقصى من المخزون، التخطيط الانتاجيه القصوى، كل الكلام اللي احنا ايه قلناه. ماشي. برضو بيجي له هنا ايه؟ ابديت برودكشن لاين كابابيلز. يعني الشهر ده في مكنه عطلت فالطاقه الانتاجيه قلت، الشهر ده في عمال مش عارف ما مشوا، الشهر ده لا احنا صيرنا المنتج الفلاني، الشهر ده. يبقى اذا انا هبدا اخد البيانات واحدثها. مش ممكن ان انا احط اللي انا حطيته من اول السنه اغمض عليه، ده انا لازم احدث الكلام ده. وبعدين اعمل بقى البرودكشن ريسورسز تولز والاكويبمنت بتاعتي وهكذا. اهو كاتب اهو، كاتب لك بقول لك ايه، ابديتنج لاينز كاباسيتي وركينج دايز بير ويك اند مانس نمبر اوف شيفتس اند اورز بير شيفتس. كل الكلام ده لازم يبقى موجود. اوكي. طيب ده الراجل كمان بتاع البروكيورمنت او بتاع البرشيزنج لازم يقول لي حاله التوريد بتاعته ايه، سبلاي ستيتس، delivery schedule، lead times، لان ممكن يكون حاجات هتتاخر، ممكن حاجات جات لي بارشل، ممكن حاجات كتير، ممكن حاجات هتقف في الجمارك عندها مشاكل. كل الكلام ده مش هحطه في الاعتبار، يبقى انا مش بخطط، يبقى انا بخبط. يبقى اذا الكلام ده كله لازم ابدا اشتغل واحطه في الاعتبار. اعمل ابديت بالاوبتيمم سيفت ستوك ليفل. احنا قلنا بالايام، فالايام بتتغير، معدلات الاستهلاك بتتغير. طيب في بقى عندي حاجه مهمه قوي. هل انا هدخل كل الخامات وكل المستلزمات احطها في الام ار بي اللي انا هشتغل عليه الماتيريال كونت بلاننج، ولا انا في حاجات مهمه اللي هي بنسميها الدايركت ماتيريال اللي تخش في الانتاج، وبقيه الحاجات اللي هي الثانويه ممكن اعملها ري اوردر بوينت وحد اقصى وحد اقل من المخزون، وما احطهاش في السيستم عشان
ساعات يبقى السيستم عليه لود عالي جدا، وهتلاقي الام ار بي ده بيهنج معاك. فبقول لك لا، ده انا في حاجات اسمها كونسيومنج بيز بلاننج، ري اوردر بوينت اشتغل عليها، او تايم بيز بوينت بلاننج زي ما انا عايز. ودي بحاجات تبقى قليله الاهميه وقليله التكلفه، ودي غالبا بنسميها في البروكيورمنت سبوت ايتمز. ففي الحاله دي انا ما بقعدش اعمل لها كل الهيلمان ده، لان ده لا يتساوى مع منتجات مع خامات او مستلزمات استراتيجيه. طيب انا هبدا اعمل بقى ايه؟ انا السيلز اوبريشن بلاننج انت ممكن تعمله على مستوى العائلات، وبتعمله على مستوى الشهر، لكن انا عايز انزل على مستوى المنتج الوحيد، كل منتج لوحده، وكل اسبوع هعمل ايه. فبقى هنا عندي حاجه اسمها ماستر برودكشن سكيدول، باخد بتاع الشهر ده افرده بقى اسابيع، واقول انا كل اسبوع بناء على الطاقات، ممكن اسبوع في 7 ايام او 6 ايام، واسبوع 5 ايام، في اسبوع هشتغل فيه اوفر تايم، في اسبوع مش هشتغل فيه اوفر تايم، وات ايفر الظروف بتاعتنا. يبقى اذا هفرض الكلام ده كله في الام ام بي اس بتاعي، والام بي اس ده لازم يمشي مشان مع ام ار بي. عشان كده عندك في الاوراكل ما بيفرقش بين الام بي اس والام ار بي، بيعمل لك ام بي اس سلاش ام ار بي. في ساب ام بي اس لوحده والام ار بي لوحده، او ممكن تعمل الاثنين مع بعض، بس في اوراكل هتلاقي كده ام بي اس سلاش ام ار بي. طيب هو قال لك اهو رولينج مانثلي اد هوك ام بي مانثلي اور اد هوك. يعني ايه مانثلي اور اد هوك؟ اد هوك معناته انه عندما تستدعي الحاجه هنفذه. يعني انا افرض ان انا جالي تغير فجائي في ظرف ما، الراجل بتاع البروكيورمنت جه قال لي والله ده السبلاير هيتأخر علينا في المنتج او في الخامه الفلانيه قد كده. طيب ايه معايا؟ ما ايه الموضوع؟ قال لك لا، الحق بقى شغل الام ار بي وشوف اذا كان عندك خامات بديله، ولا شوف اللي التايم هيبقى طوله ايه ولا ايه، علشان تيجي تشوف نفسك هتعمل ايه. ما فيش بقى انك انت تثبت الخطه، والخطه اتعدلت تماما بسبب ورود خامات، عدم ورود خامات معينه في الوقت المطلوب اللي انت حاطه في الام ار بي. فاذا انا كلمه اد هوك يعني عندما تكون الحاجه، عندما تكون الظروف، يبقى انا بعملها كل شهر، وممكن اعملها النهارده وبكره لان الدنيا اتغيرت. استنى على خطتي القديمه ما ينفعش، يبقى لازم ان انا اعدل كل شويه، اعدل واحد اثنين والثلاثه واربعه وهكذا. يبقى اذا انا دايما ابقى فليكسبل في الشغل بتاعي. طيب هنا بقى في الـ في الـ في الـ في الام بي اس ام ار بي سلاش ام ار بي، هنا بيجي وقت عندي، هنا بيجي لي حاجه اسمها ديماند تايم فينس. يعني ايه ديماند تايم فينس؟ يقول لك انا لما هاجي اشتغل هنا انا اكيد بيجي لي حاجات جديدة، تعاقدات جديدة هتيجي، طيب هل أنا أقدر إن أنا في أي وقت أغير؟ لأن الماستر برودكشن سكيدول بيجي في فترة معينة يقول والله الفترة دي أنا هشتغل فيها على أساس إن هي تبقى فروزن. يعني ايه فروزن؟ ما اقدرش ان انا اغير الانتاج فيها. لا انا، لان انا مش معقولها كل ما يجي لي طلب من المبيعات نزل على الشغل على الخط ده واعمل لي دي، نزل على الشغل على الخط ابص لاقيني مش عارف انت اعمل انتاجيه، مش عارف اعمل اي حاجه. فاتفقوا ان هو في الام بي اس، ولما الام بي اس ده بقى باسبوع، قال لك مثلا لسه ان هاخد اسبوع، ده مسميه ايه؟ ديماند تايم فينس. ان انا ما اقدرش اغير الديماند اللي على خط الانتاج خلال الاسبوع ده، الاسبوع اللي بعديه ممكن تغير مثلا، ده على سبيل المثال يعني.
والمنتجات اللي على الخط ده بنسميها فروزن. يعني ايه فروزن؟ يعني هي مجمده لا تتحرك. يبقى اذا انا بدات انا اعمل حاجه تاني تعريف. طيب طبعا انا عشان اعمل الكلام ده واعمل الماتيريال ريكويرد بلاننج واعمل الكلام ده لابد ان اعرف الورك سنتر والراوتنج. راوتنج اللي هو تسلسل العمليات على خطوط الانتاج، البيلنج اوف ماتيريال، والليد تايمز بتاع كل حاجه تتعمل في قد ايه، والكرنت ستوك ليفل وفينش برودكتس والرو ماتيريال والبرودكشن راوت فيرجن اللي هي الراوتنج والبيل اوف ماتيريال والماتيريال لوت سايز. يعني افرض انك انت في يقول لك انا الخط بشتغل بالباتش، والباتشايه بتاعتي بتبقى مثلا 100 حته، يبقى اذا ما اقدرش اعمل 100 200 300 400. كذلك بالنسبه للي تايم، بالنسبه للسبلايز، ممكن السبلايز ممكن يجي لي ما يجيليش، ما اقدرش اشتري 155 166 اللي بيسموها في البروكيورمنت او في البلاننج حاجه اسمها لوت فور لوت. يعني اي كميه انت عايزها تاخدها، ده اسلوب، ده لوت فور لوت. الاسلوب الثاني اللي هو لا انا ما اقدرش الا باتشات او مينيمم شيبمنت لود، ما اقدرش اجيب الا حموله قد كده 100 جرام في 100 كيلو في 100 كيلو كونتينر، ما اقدرش اجيب الا نص كونتينر اند سو اون. الكلام ده كله يبقى موجود، لازم يبقى معروف عشان خطط واقعي. خلاص يبقى اذا انا عندي هنا حاجتين اقدر اطلع من الام ار بي، بريشيزنج ريكويزيشن طلبات شراء، ودي اللي هتخش بقى في السايكل اللي هنعرفها المره اللي جايه ان شاء الله. ويبدا هنا عندي حاجه اسمها ديليفري سكيدول، مواعيد توريدات. طبعا وانا عندي هنا الماستر برودكشن سكيدول ام بي اس بير ويك و 12 14 اسبوع، ممكن اعمل حاجه بقى ثانيه غير البادج اسمها كاش فلو بلاننج. يعني شوف بقى الكلام ده كله كاش فلو كان بيعمله بالعكس، لا انا بشتغله هنا كمان. طيب طيب علشان اعمل البريشيزنج ريكويزيشن بعمل حاجه اسمها راوندنج. الراوندنج يعني ايه؟ زي ما احنا قلنا ان هي مثلا انه انا ما اقدرش اشتري 100 مش لوت فور لوت، لازم اشتري 100 200 300. فالام ار بي يقدر يعمل لك الراوندنج دي على طول مباشره. انت لما تقول له الشيبمنت او اللوت سايز او الباتش سايز قد ايه، هو يروح مطلعها لك بالباتش، ما يطلعهاش لك باليونتس، اسمها راوندنج يعني تقريب يعني. طيب لكن في نفس الوقت ان هو لو حصل اي حاجه حتى طارئه، في حاجه اسمها ريال تايم اليرت فور ميسنج اور ليت ايتمز، ده برضو يا باشمهندس دي اللي هتلاقيها بيديها لك. هو الحاجات دي هو شاطرين فيها قوي، المسج والاليرت وكلام من ده. غير كده التخطيط ذات نفسه يديك بس لما الكارثه تقع يعني. طيب ماشي اوكي. طيب احنا لازم نعرف بقى ان احنا دلوقتي بنشتغل حتى كمان في السيلز اوبشن بلاننج حاجه اسمها رولينج. رولينج يعني ايه؟ يعني انا بشتغل 12 شهر 12 شهر، يعني لو انا بشتغل من يناير لديسمبر، الشهر اللي جاي يبقى من فبراير ليناير، الشهر اللي بعديه من مارس لابريل. يبقى دايما ايه؟ بحط شهر ونشيل شهر، او في الاسابيع اشيل اسبوع واحط اسبوع، فبقى اسمها رولينج بلاننج. ما هياش ايه فيكس 12 شهر او 48 اسبوع او وات ايفر 40 اسبوع وات ايفر، لا انا دايما شغال رولينج. طيب هو الفيز 4 اللي هي الويكلي بلاننج ام بي اس ام ار بي اند برودكشن اوردرز. يبقى هنا الخطه الاسبوعيه واصدار اوامر الانتاج، أوامر مخططة للإنتاج، التوقيت اليوم قبل الأخير من الأسبوع الحالي. هنا بقى بيجي لي طلبات جديدة، وعندي أنا حطيت هنا بلانينج تايم فينس لازم يكون أقل من أو يساوي أكبر من أو يساوي البرودكشن سايكل، مش أقل من الغرض دي هنا. وهنا تحديث خط الاحتياجات الام ار بي بيتحدث تاني وهكذا.
ماشي، وبرضه ممكن يطلع لي بريسيزنج ريكوزيشن خلال اسبوع. بيطلع لي هنا بقى حاجه اسمها بلاند اوردر، مش بيطلع برودكشن اوردر، وده فرق بين الاثنين. البلاند اوردر غير تنفيذي، ده امر مخطط لسه هنشتغل عليه. فاللي بيطلع من الام ار بي بيطلع لي بلاند اوردر، واضح؟ Raw Material and Resource Reservation، بيحجز لي ماتيريال وبيعمل لي Real Time Alert on Missing أو Late Items. بيطلع لي حاجة هنا، أنا آسف أنا لم أشرحها هنا في الـ MPS والـ MRP، حاجة اسمها Available to Promise. إيه الـ Available to Promise ده؟ إن أنا بدل ما أنا خططت يبقى أنا عارف الانتاج بتاعي في كل مرحله قد ايه، وايه الفراغات اللي موجوده عندي. طب انا الراجل بتاع المبيعات، مش المفروض الراجل بتاع المبيعات ده يبقى عارف الكلام ده علشان لما يجي يعمل طلبيه يبقى عارف يعمل ايه، يوعد للراجل بايه؟ يبقى لازم يبقى في انتر اكشن بين الراجل بتاع التخطيط ويطلع فوق علشان تروح للايه؟ للناس بتوع التسويق. طيب، واذا عندنا حاجه اسمها available to promise. اوكي، ماشي. طبعا كل شويه انا بغير الدليفري سكيدول بتاعي زي ما انتم شايفين. اوكي، نيجي بعد كده للباك، للبرودكشن اكتيفيتي كنترول، او بيسموها في الـ في الـ في الساب اس اف سي، برودكشن اوردر كنترول. ماشي. انا طلعت خطه للاسبوع، بس خطه الاسبوع دي بتقول انا عايز خلال الاسبوع ده من المنتج الفلاني قد كده، لكن ما قالتش المنتج في المنتج ده يتحمل على انهي خط او على انهي مكنه وترتيبه ايه بالنسبه لبقيه المنتجات، يتحط في اول الاسبوع ولا ثاني يوم ولا ثالث يوم. يبقى انا دلوقتي انا عندي بس ايه بلاند اوردرز، بيقول لي خطه كده، لكن السكيدولينج ذات نفسه لسه ما دمش. طيب الاوردر سكيدولينج ممكن تبقى الاوردر على بعضيه، الاوردر حاجه واحده بس كده ويلا هوب على بعضيه. طيب زي ما احنا قلنا ان الاوردر على بعضيه ممكن يبقى فورورد وباكورد، او بنتكلم على السكيدولينج بتاع كل يوم وخلاص. ويبقى ممكن نعملها الكمبيوتر اوتوماتيك سكيدولينج او ريسكيدولينج. طيب لا، انا ممكن اعمل الاوردر سكيدولينج ده على كل خطوه من خطوات التشغيل. يبقى هنا اوبريشن تايم، اوبريشن تايم بير وركينج دايز، لانه عندك ممكن تاخد كل مرحله وتقسمها في الوقت بتاعها، الانتظار لسيت اب تايم لبروسيسنج تايم، لو في توقفات، واخد بالك ازاي، لموف تايم لويت تايم، كل ده ممكن يحطه لك في كل الابلكيشن بتاعه الدنيا. لما يجي بيتكلم على اي اوبريشن عندك التحليل ده تقدر تحطه، بس هو مش هيقول لك الكلام ده وهيسيبك انك انت تحط اي كلام. وممكن تعمل تحط برضو عندك الكالندر بتاعتك، وتحط عندك الاجازات والبريكس وكل حاجه، وممكن يطلع لك الاوفرلابنج لو حاجات دي حصلت لها اوفرلابنج،
والبارل سيكونس، ولو تقدر تعمل الخطوه دي ممكن تتقطع حتتين او ثلاث مرات او ثلاث، يعمل لك سبليتنج، كل الكلام ده موجود. طيب عندك بعد كده حاجه اسمها سكيدول كولكتيف اوردر، كولكتيف اوردر ده يبقى اوردر كامل وفي خطوات وانت بتعمل تسلسل من جوه الاوردر. غالبا الكولكتيف اوردر ده بيبقى باكورد يعني ايه؟ يعني انا عايز الاوردر ده يخلص يوم الفلاني، طب قول لي بقى كل مرحله المفروض تشتغل امتى وتخلص امتى، وفين وفين بقى الكريتيكال باس لو في كريتيكال باس عشان انا اركز عليها عشان ما اتعطلش فيه، ولازم عشان اوفي الوقت ده ممكن ان انا اعمل ايه اكشنز معينه على الكريتيكال باث ده اللي هو اطول مسار في العمليات علشان اخلص في الوقت المطلوب. الكلام ده جميل جدا، ما حدش بيطبقه بيستعبطه. او ممكن انك انت تعملها ديسباتش على طول كده وتقول له والله انا عايزك تقول لي لو في اوفر لود ولا لا وخلص الموضوع على كده، وطبعا ديت انا لا افضلها. طيب خلاص كده عملنا الكلام ده. اوتوماتيك هيطلع لي ريكويست للماتيريال ونعمل ريسيفنج لها والبرودكشن تولز والريسورسز المطلوبه عشان الانتاج، وفي نفس الوقت يعمل لي ريليس للبرودكشن اوردر. طبعا ممكن يسجل لك ويلكم بروسيس لو انت عندك بقى تقدر تجيب الكلام ده من على من شوب فلور ايتم باي ايتم، وممكن يعمل كواليتي انسبكشن. طيب في بعض الاحيان في بعض طبيعه الصيانه الانتاج انك انت ما تقدرش تحسب المنصرف، يعني ما عندكش مخزن وبتصرف منه واحد بيستلم منه على الشاشه وبتشتغل وتعرف قد ايه منصرف. مثال مثلا في صناعات زي صناعات مثلا الحديد والصلب، صناعات الاسمنت، صناعات اللي هي البلك اللي هي بتجرف من مش عارف من المخزن بالجرافه وتحط مش عارف الكلينكر ولا تحط مش عارف الريش بتاع او الخرده بتاعت الحديد او مش عارف ايه وانت سؤال. ففي الحالات دي انت ما عندكش امين مخزن وما عندكش اذن صرف وما حدش بيستلم الصرف والكلام ده كله، فيبقى عندك حاجه اسمها بلاك فلاش باك فلاش. الباك فلاش ده بيعمل العكس، يعني يقول لك ايه، انت لما انت بتنتج 1 طن مثلا من خام الحديد يبقى اكيد انت استخدمت قد كده من الخرده، واكيد استخدمت قد كده من مش عارف من مش عارف الكبريت ولا وات ايفر. يبقى اذا انا بعمل باك فلاش ما بشتغلش لان ما اقدرش وما عنديش كميات موجوده. طيب خلاص حصل، يبقى عندي حاجه اسمها اوردر كونفرميشن، وبعدين بيحصل نسجل الجودز موفمنت ده بتسجل، وبعدين باتش ريكورد اسجل الباتش بتاعتي واقفل الاوردر، وبعدين اركايفنج او تراكنج للشغل بتاعي، وبعدين اكتيفيتي بيس كوستنج الراجل يحسب لي الكوست بتاعتي على هذا الموضوع. ده الخطوات التفصيليه سوري.